السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا وين ما كنتم تتابعونا عبر شاشة تلفزيون البحرين، وحياكم الله ويانا في الحلقة الأخيرة من برنامج المسابقات الحصالة برعاية شركة الاتصالات الوطنية الأولى في البحرين بتلكو. كلمات الشكر أمانة تعجز عن شكر شركة بتلكو حقيقة. احتضنتوا الحصالة هاي من الحضن لا هاي من الحضن احتضنتوا الحصالة في موسمها الأول 2018 واستمريتوا أكيد لرمضان ثاني 2019. ندلدل على ثقتكم فينا، وهالشيء يعني عطانا مسؤولية كبيرة ما تتخيلونها، وإن شاء الله نكون إحنا قد هذه المسؤولية. أعتقد إن إحنا قمنا بواجبنا ودورنا، أعتقد كما يجب، والدور والباقي على الجمهور. عبود يقول يهز راسه، يعني عبود راضي، أوكي شكرا. وأعتقد إن شاء الله يعني نفس الشعور اللي إحنا نشعر فيه أيضا الجمهور يبادلنا إياه. مبروك لكل من شارك في الحصالة ولكل من ربح معنا في الحصالة، حظ أوفر للي شارك وما ظهر اسمه في السحب الإلكتروني. طبعا هي برنامج مسابقات في النهاية، المسألة مسألة أنك تشارك وأنت وحظك. فمرة أخرى مبروك لكل من شارك، حظ أوفر للي ما شارك، وإن شاء الله في برامج أخرى وفي مسابقات أخرى. شكر كبير أهم شيء لزملائي المتواجدين في الاستوديو 32 حلقة، والزملاء أيضا المتواجدين في الكنترول، ولجميع الأشخاص اللي دعموا ووقفوا مع الحصالة. الدعم المعنوي أحيانا يكون أهم حتى من الدعم المادي. الدعم المعنوي هو اللي يعطي الإنسان دافع أنه يعمل أكثر، فالإنسان لما يعمل بعدين يفكر في المردود المادي. هاي قناعتي، أشتغل بعدين أفكر في الأمور المادية الأخرى، ولكن في البداية الدعم المعنوي هو المهم، هو اللي يعني يحجم البشر، وهو اللي يخلي كل إنسان له حجمه في هذه الدنيا. كل شخص في الكنترول اشتغل. كنا أحياناً إني وإحنا تعبانين تونا متفطرين نتحلطم، بس تخلص الحلقة نطلع إحنا ناس مستعدين حق حلقة أخرى. طولت، هاي الدراما مفروض أخليها في النهاية، عندي معلقة ثانية في النهاية. يلا ناخذ أول اتصال، ما بذكر اليوم بالموقع الإلكتروني. عايشة مساء الخير. مساء النور، كل عام وانتي بخير عايشة. وانت بصحة وسلامة عايشة. انتي يعني من المشتركين اللي يمكن كان يئسوا شهر كامل، قالوا خلاص ما بيتصلون فيني. ليه ما طلع رقمك في ثالث العيد؟ مو بأحلى؟ مو بأحسن؟ ختامها مات. ليش أحسن بوايد وأحلى بوايد؟ ما عارف. لا أكيد بإذن الله أولها وختامها مسك. يلا يا عايشة، من وين تكلمينا؟ الرفاع. من الرفاع. جاهزة نشوف الخارطة ونشوف أسئلتك من أي فرع؟ إي حبيبي. يلا عايشة جاهزة وإحنا جاهزين، وهذه هي الخارطة على الشاشة وأسئلة عايشة من فرع المطار. يلا يا عايشة، ثلاثة أسئلة، طبعاً تعرفين الطريقة وتعرفين إنك تخمنين وبعدين تعطيني الإجابة. أجوب. إن شاء الله. نشوف السؤال الأول مع عايشة. عايشة سؤالك يقول: كم منعطفاً بالحلبة الخارجية التابعة لحلبة البحرين الدولية؟ أربعة. أربعة؟ أنت تتابعين سباقات الفورمولا 1؟ لا مو وايد. انزين من اللي أعطاك الإجابة ولا تخمين كذي بس من عندك؟ بروحك. انزين خلينا نشوف الخيارات، نشوف الخيارات معاك. 6 8 10 6 8 10 قولي وياي. أنا أقول لك قولي لي. لا أنت قولي لي. 8 أكثر شوي. 10 10 ثبت على 10. الإجابة الثالثة صحيحة يا عايشة، 10 منعطفات. يلا عايشة جاهز نشوف السؤال الثاني؟ إيه. يلا نشوف السؤال الثاني مع عايشة. إحدى وسائل ري وسقي الأشجار والنباتات من خلال تأمين أقل كمية كافية من المياه بدون هدر سهل. تنقيط أو التقطيف. إنزين خلينا نشوف الخيارات يا عايشة. الخيارات تقول: الري بالتنقيط، الري المحوري، الري بالرش. الرش او التنقيط. التلقيط. الرش يمكن.
لا الثاني المحوري لا الأولي واحد التنقيط. إيه أنت صح نثبت على الإجابة الأولى الري بالتنقيط. وين سوى كل التعابير سوى ترى ما يحطون عليك الكاميرا ما يحطون علي ما تسمعين صوتي أتحمحم وأقول لا وإيه. يلا نشوف السؤال الثالث عايشة عايشة يلا يلا شوف سؤال عايشة الثالث. أحد أحياء القاهرة القديمة يتميز هذا الحي بوجود بازارات ومحلات ومطاعم. الحسين غيره هو ذي في الحسين الحسين ما عرفت لا 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 بلا 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 تعرفين الحسين خان خان الخليل 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 عايشة ما له داعي تجاوبين 400 دينار مقدمة من شركة باتلكو مبروك عليك يا عايشة الله يبارك بس أنا قلت خان الخلي بعد خان الخلي ما بتنقرا في وجهي يعني سمعينها مفروض يعني ما أعرف أقولها بالإشارات شكرا لك يا عايشة على المشاركة نشوف شكرا لك مبروك ونشوف عبد الله مو بأنت عبد الله مساء الخير مساء الخير أختي هلا عبد الله كل عام وأنت بخير وانتين بخير انا والد عبد الله انت عبد الله مو في البيت عبد الله مو في البيت عبد الله كم عمره 11 سنه وقلت حق عبد الله انك انت بتشارك عنا اي نعم لازم تجيب له المبلغ العود ان شاء الله ان شاء الله بركاتكم وبركاتك ان شاء الله جاهز ابو عبد الله جاهزين يلا يلا يا ابو عبد الله من وين تكلمنا مدينه حمد مدينه حمد هذه هي الخارطه يا ابو عبد الله على الشاشه ولا اسئله من مجمع الواحه فرع الجفير جاهز نشوف السؤال الأول أبو عبد الله؟ توكل على توكلنا على الله ونشوف السؤال الأول ما هي المدينة الأمريكية التي تحتوي على عالم والت ديزني والذي يعتبر مقصدا سياحيا كبيرا؟ شنو اسمها هذه المدينة اللي فيها والت ديزني؟ والت ديزني؟ إيه ساعدينا عشوة إنزين ما يصير نخمن نقول اسم ولاية أمريكية؟ خلينا نخمن ونشوف الخيارات ابو عبد الله ولايه امريكيه كاليفورنيا كاليفورنيا زين خلينا نشوف الخيارات يلا يا ابو عبد الله بنشوف الخيارات اورلاندو لاس فيغاس ميامي اورلاندو لاس فيغاس ميامي ميامي اورلاندو لاس فيغاس ميامي أورلاندو لاس فيغاس ميامي شير الشريط أبو عبد الله ميامي أنت مصر على ميامي نطق الجيش أورلاندو لاس فيغاس يلا استبعدنا ميامي أورلاندو لاس فيغاس أورلاندو أثبت إن شاء الله مو متاكد بعد يلا ثبت على اورلاندو اجابتك صحيحه ابو عبد الله انت ايش عليك منهم انا قاعد اقول لك الجواب شكرا ترى انا قاعد اقول لك الجواب مو مركز معي مركز معاهم يلا نشوف السؤال الثاني ان شاء الله يلا ابو عبد الله سؤالك الثاني يقول في اي عام تم افتتاح مرفأ البحرين المالي في اي عام تم افتتاح مرفأ البحرين المالي في اي عام تم عطني جواب انزين خيارات اوكي كنت بشوف خيارات انا ما في خيارات ما في خيارات ابو عبد الله 300 دي ايش امور اللي يم ابو عبد الله يا اختي انا مشكورين العفو شكرا عبد الله ثاني عبد الله عبد الله الو مساء الخير مساء النور كل عام وانت بخير بخير صحة سلامة متحمس؟ ايه ما احس انك متحمس لا شوي تعبان لان ايش فيك تعبان شو مسوي انت طابخ الغوزي؟ توني قام الرقاد تو قام الرقاد تعبان؟ ايه اللي ما رقد شو يسوي في روحه؟ يلا يا عبد الله جاهز نشوف الخارطة؟ يلا جاهز قاعد من النوم تعبان احتريت عبد الله من وين تكلمنا؟ مدينة عيسى مدينة عيسى أسئلتك يا عبد الله من مجمع السيف جاهز نشوف سؤالك الأول يلا يلا جاهز عبد الله ونشوف سؤال عبد الله الأول ما هو اسم أكبر
وأقدم مستشفى حكومي في مملكة البحرين؟ أكبر وأقدم مستشفى حكومي، اذكر اسم مستشفى حكومي يمكن يطلع هو الجواب الصح. ما في خيارات؟ في كل الأسئلة عليها خيارات للثالث، بس خمن. سلمانية؟ عبد الله الكنترول قالوا لي ان دي السؤال ما في خيارات. افا ايه ما ادري ليش اثبت. خلاص سلمانية. يلا ثبتي. يلا ثبت. اشوف السلمانية، اشوف السلمانية. يلا اشوف عبد الله. انا كذابة، في سلمانية. والإجابة صحيحة يا عبد الله. عبد الله شوف عبد الله، اذا تخمينك صح ما بنطلع الخيارات، او بنطلع الخيارات وعلى طول بنعلم على الجواب. اتفقنا؟ اوكي مو مشكله. نشوف السؤال الثاني عبد الله. يلا نشوف. يلا نشوف السؤال الثاني. نجم قريب من القطب تعرف به القبلة، شو اسمه هذا النجم؟ نجم اي النجم اللي يدل المصلين على القبلة. سؤال جديد علي ذي. اوه وايد جديد. نشوف الخيارات عبد الله. يلا نشوف. يلا نشوف الخيارات عبد الله. يبي الخيارات. الحمل، الجدي، القوس. الحمل، الجدي، القوس. صار اصعب. صار اصعب. الجدي. الجدي. أثبت على الجدي؟ ثبتي على الجدي. هذه برجي ما تشوفني. أحسن ناس، أحسن ناس عبد الله. يا سلام، شوف الجدي شنو عطاك، شوف الجدي شنو عطاك، 800 دينار يا عبد الله. الجدي أحسن ناس ولا مو أحسن ناس؟ أو ما له علاقة بالبرج يعني، بس مكتوب. أنت ليه تعبان؟ لا سمح الله. صرت نشيط؟ ايه يلا خذ لك ثنيال قهوه وصحصح. 800 دينار عبد الله مبروك. فاصل، ومن بعد الفاصل نرجع نواصل الحلقه الاخيره. يعني انا مساعة بصفق حق عبد الله، اشوف شيء يودني هاللون، بصفق شيء يودني. عقب استوعبت انا دخلت الوزاره اليوم متاخر، يعني تعرفون هاي اللي اخر ايام شو اسمه الواحد يتساهل بعمره. لا والله يعني صادني ظرف وتاخرت، توهقت في ذي. قلت شلون الحين البسه؟ تقوم شلون اقوم اقطه هاللون. جيت الحين بصفق حق عبد الله، اشوف شيء يودني من ورا. 800 دينار شيء ما في الفاصل استوعبتنا هو كذي، يعني كذي الموديل. يلا اتصال. عبد الوهاب. نعم. نعم الله عليك، عيدك مبارك عبد الوهاب. والدة عبد الوهاب. ام عبد الوهاب. اي نعم. عيدك مبارك وكل عام وانت بخير. عيدي وانت بخير. عبد الوهاب كم عمره؟ عمره في فرج اعدادي. يعني انت بتلعبين عنه. ايه هو معاك الحين؟ ايه وياي. يلا من وين تكلمينا ام عبد الوهاب؟ من اي منطقه في البحرين؟ منطقه ستره. من ستره. يلا يا ام عبد الوهاب جاهز نشوف الخارطه؟ جاهزه. ام عبد الوهاب جاهزه واحنا جاهزين، وهذه ايه هي الخارطه؟ بنشوف اسئلتك، بنشوف اسئلتك من اي فرع من مجمع الانماء؟ قاعده بروحك ولا معاك احد؟ ام عبد الوهاب وياي مشجعين. ما اسمع شيء. وين انه أولادي. وين انه لا اعطوه اعطوه اعطوني اعطوني ابي اسمع. يلا يلا يا ام عبد الوهاب جاهز نشوف السؤال الاول؟ يلا مستعدين. بسم الله. السؤال يقول يا ام عبد الوهاب، من هو مؤلف
مسلسل فرجان الأول والذي تم إنتاجه عام 94؟ ها أم عبد الوهاب اللي ما عاد شو يقولون؟ إن شاء الله إن شاء الله. شو تقول؟ شو تقولين يا أم عبد الوهاب؟ راشد الجودة. نشوف الخيارات. راشد ما عليه ولا يهمك، راشد الجودر، علي الشرقاوي، محمد جمال. أثبت راشد. على راشد خلاص؟ إيه راشد. أثبت الجودر. على الكاتب والأستاذ إيه راشد الجودر. إيه الإجابة صحيحة يا أم عبد الوهاب. إيه. نشوف السؤال الثاني. إيه. لأن ذيلاك عند التلفزيون فيسمعون متأخر. يلا أم عبد الوهاب السؤال الثاني. سؤالك الثاني يقول: من هو صاحب لقب شاعر النيل؟ من هو صاحب لقب شاعر النيل؟ يلا وين الجمهور؟ جمهورنا. يلا جمهورنا عطونا الإجابة. الجمهور شو يقول؟ من؟ محمد حافظ. محمد حافظ. خلنا نشوف الخيارات. محمد حافظ إن شاء الله. الخيارات تقول إيه؟ نجيب محفوظ، حافظ إبراهيم، إسماعيل صبري. نجيب. لا لحظة إن شاء الله. أنت قلتي مساعة شنو؟ نجيبة. لا مو نجيب، مو نجيب محفوظ. أنت مساعة قلتي شيء قبل الخيارات، قلتي اسم حافظ ابراهيم. خلاص حافظ ابراهيم. ايش فيك شي ما سمعين؟ حافظ ابراهيم. حافظ ابراهيم صح. يلا نشوف السؤال الثالث. نشوف السؤال الثالث. يلا نعم. يلا مع عبد الوهاب. يلا ما هي الحشره الاكثر اتلافا للمحاصيل الزراعيه؟ الحشره اللي يخافون منها اللي عندهم زرع ومزارع. ايه ايه لحظة يخافون منها. ايه وفي ناس ياكلون حشرة كذي. ما بعين ما دوشي. لا 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 الطير الطير الطير. ايه الجرادة ما دوا. اوكي اشوف الجراد. الإجابة صحيحة مع عبد الوهاب. ايه الجرادة صح. لا صح الجرادة. الجراد. الجراد. ايه كم ربحنا مع عبد الوهاب؟ 600 دينار يا ام عبد الوهاب، مقدمه من شركه فتلكو، وان شاء الله مو اخر مره. شو تسمعوا الجمهور اللي عنده مع عبد الوهاب. عليكم بالعافيه وشكرا لك يا ام عبد الوهاب على المشاركه. 600 دينار من نصيب ام عبد الوهاب. بنشوف حنان ومعلومات وحظ حنان. مساء الخير يا حنان. كل عام وانت بخير. وانت بخير. احساسي يقول انك خايفه. لا لا يا سلام احساسي خذلني. يس يلا حنان جاهزه نشوف الخارطه ونشوف اسئلتك من وين. إيه؟ جاهزه يلا من وين تكلمينا حنان؟ من جد حفص. من جد حفص يا حنان. هذه هي الخارطه على الشاشه، خلينا نشوف اسئلتك من اي فرع. اسئلتك من فرع مجمع مدينه عيسى. جاهزه نشوف السؤال الاول؟ ايه يلا حنان. سؤالك الاول يقول: أين يقع المعلم السياحي جبل الشمس؟ أين يقع المعلم السياحي جبل الشمس؟ وين؟ دقيقة. يعني ما تعرف؟ عمان. في عمان؟ إيه. إنزين خلينا نشوف الخيارات. خلينا نشوف الخيارات يا حنان. عمان. الخيارات تقول: سلطنة عمان، المملكة العربية السعودية، أم اليمن؟ سلطنة عمان. أثبت على الإجابة الأولى سلطنة عمان، والإجابة الصحيحة يا حنان. حنان جاهز نشوف السؤال الثاني؟ إيه. يلا حنان جاهزة وإحنا جاهزين. وسؤالك الثاني يقول: أيهما أطول، أرجل الزرافة الأمامية أم الخلفية؟ الخلفية. نشوف الخيارات؟ إيه. نشوف الخيارات. الأرجل الأمامية، الأرجل الخلفية، جميع الأرجل متساوية. لا خلفية. الخلفية.
لا الأمامية الأمامية أثبت على الأمامية وأنت صح يا حنان. الأمامية. نشوف السؤال الثالث. إيه. شوف السؤال الثالث. السؤال الثالث يقول أداة قديمة لطحن الحبوب ما هي؟ طحني طحيني يا حياتي دوري ويبيني خلاني يدينا الراحة الراحة يا حنان. لكن أنت ربحتي قبل لا تعطيني الإجابة. شكرا. عفوا أبيهم. يلا من معنا على الخط؟ عايشة مساء الخير. مساء النور. كل عام وانتي بخير. وانت بخير. وين رحتي عايشة عبد الوهاب؟ وين رحتي في العيد يا عايشة؟ والله ما رحت مكان، في البيت. بس في البيت. رحتوا وين؟ البركة. رحتوا البركة. حواكتها إيه. الحين البركة. يلا يا عايشة جاهزة نلعب؟ جاهزة. يلا يا عايشة. عايشة من وين تكلمينا؟ من خليج توبلي. من خليج توبلي. يلا يا عايشة. عايشة هذه هي الخارطة، أسئلتك من فرع سوق المنامة. جاهزة نشوف السؤال الأول؟ أي جاهزة. يلا نشوف السؤال الأول يا عايشة. كم يساوي اليوم في كوكب عطارد؟ كم يساوي اليوم في كوكب عطارد؟ عندك فكرة؟ في خيارات بس ما يصير نخمن؟ ما عندي فكرة. يلا نشوف الخيارات. عايش الخيارات تقول بسم الله 23 يوم أرضي، 46 يوم أرضي، 59 يوم أرضي. سبحان الله. 59. أثبت؟ ثبت. أثبت على 59 يوم أرضي والإجابة صحيحة. حول الثلاث شهور. يلا اي صح صح جاوبت صح. انا قاعده اتناقش. يلا يا عايشه جاهزه نشوف السؤال الثاني؟ اي جاهزه. يلا عايشه جاهزه ونشوف السؤال الثاني. كم شهرا يبقى حيوان الكنغر الصغير في جيب امه؟ ابي تخمين. اعطيني رقم. كم شهر تقريبا؟ شهرين. شهرين. خلينا نشوف الحين الخيارات. 4 أشهر، 6 أشهر، 8 أشهر. 6 أشهر. أثبت؟ ثبت. أثبت على 6 أشهر والإجابة صحيحة يا عايشة. عايشة نواصل ونشوف هلأ. السؤال الثالث جاهزة؟ جاهزة. يلا نشوف سؤال عايشة الثالث. من الفنانة الملقبة بشمس الأغنية اللبنانية؟ بشمس أغنية اللبنانية؟ إيه من هي؟ حلوة. الفنانة الملقبة بشمس الأغنية اللبنانية. لا ما في خيارات. قولي اسم أي مغنية لبنانية. لبنانية ما تعرف. فيروز. 300 دينار يا عايشة مبروك. هي نجوى كرم. نجوى كرم 300 دينار مقدمة من شركة باتلكو. شكرا لك يا عايشة. التايمر يشتغل يعني خلاص ما في خيارات. ما في خيارات. يلا نطلع فاصل مشاهدينا وبعد الفاصل نواصل وياكم ما تبقى لنا من الحلقة الأخيرة. خلكم ويانا. رجعنا لكم مشاهدينا أكيد من بعد الفاصل وراح نكمل وياكم إن شاء الله حلقتنا لهذه الليلة لغاية الساعة 10.
هذه الحلقة هي الحلقة الختامية لموسم الحصالة الثاني، هذه هي الحلقة الأخيرة، فنحاول قد ما نقدر نحن ناخذ أكبر عدد ممكن من الاتصالات علشان الكل يربح. الكل يربح. محسن مساء الخير. مساء النور. كل عام وانت بخير. وانت بخير وصحة وسلامة يا محسن، ينعاد عليك انت واهلك يا ربي بالصحة والعافية والخير. محسن من وين تكلمنا؟ وياكم ان شاء الله. من وين تكلمنا محسن؟ انا من المحرق. من المحرق، ومن معاك حاليا يتابع الحلقة؟ حاليا وياي الاهل. وياك الاهل. يلا يا محسن جاهز نشوف الخارطة ونشوف اسئلتك من وين؟ ان شاء الله جاهز. يلا يا محسن، هذه هي الخارطة على الشاشة وأسئلتك محسن من مجمع الرملي. ثلاثة أسئلة راح تظهر لك على الشاشة ونشوف النهاية كم تربح. جاهز نشوف السؤال الأول؟ جاهزين. يلا يا محسن نشوف السؤال الأول. متى افتتح جسر الملك فهد الذي يربط البحرين بالسعودية؟ تعرف السنة ولا تعرف التاريخ ولا تعرف الشهر؟ سنة عام 2000. 1980. لحظة، ليش مساعة قلت 2000؟ 1986. ما علي، بس مساعة ليش قلت 2000؟ انزين خلينا نشوف بس وايد قريب 2000. نشوف الخيارات، 86 88 89، شو تقول؟ أول خيار 1986. أثبت على الإجابة الأولى، والإجابة صحيحة يا محسن. يلا محسن جاهز نشوف السؤال الثاني؟ إن شاء الله نتوقع الله. نشوف السؤال الثاني. سؤالك الثاني يقول: طائر مائي يتواجد قرب الشواطئ، يتغذى على الأسماك، ويقوم بنكس الشواطئ للحصول على بكنس الشواطئ للحصول على الفضلات. معروف هذا الطائر. وبجناحيه طائر النورة. خلينا نشوف الخيارات محسن. الخيارات تقول الفلامينغو، واو كشخة، النورس. النورس. أثبت على طائر النورس؟ إن شاء الله. أثبت على طائر النورس، والإجابة صحيحة. الحمد لله. جاهز نشوف سؤالك الثالث؟ توكلنا على الله ونشوف السؤال الثالث يا محسن. ما في سؤال، في 300 دينار يا محسن، ألف مبروك. وين محسن؟ راح محسن. أما جسر الملك فهد سنة 2000 لن ننسى، ما بنسى. من معي على الخط؟ مساء الخير يا وديعة. مساء النور يا هلا. كل عام وانت بخير. أنتين بخير، صحة سلامة. يا سلام، هذه الجمهور. هذه الجمهور يا وديعة، جمهورك روعة. ليش السؤال الثالث إن شاء الله وديعة؟ زين نبي نتفاهم مع وديعة، قليل من التفاهم. وديعة من وين تكلمينا؟ من مدينة حمد. مدينة حمد. وديعة جاهز نشوف الخارطة؟ إيه يلا نشوف الخارطة ونشوف أسئلة وديعة من وين. وديعة أسئلتك من مجمع وادي السيل. يصير نقصر على صوت التلفزيون يا جمهور وديعة؟ إن شاء الله. نقصر على صوت التلفزيون حبيبتي عشان تسمعيني. إن شاء الله. يلا نشوف السؤال الأول. وديعة سؤالك الأول يقول، وين السؤال؟ متى يقوم الأخطبوط بنفث حبره؟ طبعا أنت تعرفين أنه الأخطبوط معروف بنفث الحبر، لكن متى؟ ما الخيارات؟ في خيارات، خلينا نشوف الخيارات يا وديعة. الخيارات تقول عندما يشعر بالجوع، عندما يشعر بالخطر، عند إخراجه من. أثبت على الخطر؟ أي. يلا ثبت على الخطر، عندما يشعر بالخطر. صحيح، نفث الحبر وسيلة من وسائل الدفاع للنفس عن النفس. زين يلا يا وديعة نشوف السؤال الثاني. اي نعم يلا. نشوف سؤال وديعة الثاني. في اي عمارة توجد مدينة بني ياس؟ بني ياس. نعم، في اي عمارة توجد مدينة بني ياس؟ في الامارات طبعا. في اي مدينة، ولا يعني هاي السؤال، في اي مدينة؟
أبو ظبي. أبو ظبي؟ خلنا نشوف الخيارات، خلنا نشوف الخيارات. أبو ظبي، العين، راس الخيمة. أبو ظبي. أثبت على الإجابة الأولى أبو ظبي، والإجابة صحيحة يا وديعة. خلص الجمهور؟ نسأل السؤال الثالث. وديعة نشوف السؤال الثالث؟ إيه. نشوف السؤال الثالث يا وديعة. زرقاء اليمامة كانت تستطيع الإبصار من مسيرة تقارب كم يوم؟ كم يوم؟ ثلاثة أيام. ثلاثة أيام؟ الإجابة صحيحة يا وديعة. ألف دينار وديعة. على الشعور وديعة. واو واو يقول لي خليك وياها بدر. أنا بسمع الصراخ. لا يوقف، لا عجبني. لا وديعة. هلا هلا. مستانسة؟ حدي. أنا أحس اللي معاك مستانسين أكثر. اللي معاك مستانسين. ما توقعتي؟ ما شاء الله جمهور اليوم، يعني مو متوقعة يعني الحمد لله. أنت ما كنتي متوقعة أبداً يطلع اسمك في السحب؟ إي كله. مستانسين اللي معاك؟ أكيد. وأنت مستانسة؟ أهم شيء أنت مستانسة؟ الحمد لله. الحمد لله. يلا آخر آخر تشجيع، آخر تشجيع قبل نقول باي باي. في واحدة يا وديعة. في واحدة يا وديعة. صوتها ما شاء الله صيح. هي لازم فاصل لأن أنا هنا في صيح. يلا فاصل. المكسيك. يمكن المكسيك؟ إيه؟ في العالم العربي، المكسيك عندك في الخريطة مالتك، صوتك يشبه صوت صلاح، أنت أخو صلاح؟ وفي حلقة من الحلقات بقدم وأنا قاعدة. بدر أنا حبيت سالفة إني قاعدة، يلا عطوني السؤال الأول. كريم، ألف دينار يا كريم. معك خليل من البحرين، ألو السلام عليكم. وعليكم السلام، نفس صوت خليل. أي أخوه. البكشة. ثبت على البكشه؟ ايه هالعراب يا البكشه العراب. مرحبا اهلا. هاي هو علوي. مريم طبخين؟ دخلتي المطبخ ولا بس متذوقه؟ كله راقده. باكر موعدنا وياكم ان شاء الله نفس الوقت الساعه 10. تصبحون على خير. ليش احس الحصالة كبرتني 10 سنين؟ لا أحب الكواليس، يعني دائما هذه الكواليس تذكرنا. إيه هذه كانت بروفة يومين أو لا يومين قبل رمضان، يومين قبل رمضان بالضبط. لا أناسة، حسيت بشعور حلو يعني. وين كنا ووين وصلنا؟ الحمد لله وصلنا معاكم طبعا متابعينا، وصلنا معاكم جمهورنا بعد اللي تابعنا سواء من البحرين ولا من خارج البحرين. من معانا على الخط؟ أسامة مساء الخير. نعم. نعم الله عليك، شلونك؟ الحمد لله. عيدك مبارك أسامة. علينا وعليك. كم عمرك؟ 9. كم حصلت عيادي أسامة؟ 5 دينار. حبيبي من عطاك الخمسة دينار؟ عمي. يلا اليوم بنعطيك احنا بعد عيدية، جاهز؟ جاهز ان شاء الله. ما تعطيها احد، حقك
حد يقص عليك كسكت الولد تدوده. يلا أسامة جاهز نشوف الخارطة حبيبي؟ يلا. نعم نعم هذه هي الخارطة يا أسامة. اي والله أول ياهل يقولي نعم إلا ها وها. أسامة أسئلتك من مجمع سار. السؤال الأول أسامة يقول في أي عام وصلت السيارة كينج وهي أول سيارة تصل للمنامة من لندن؟ الخيارات تقول 1919 1920 1931. أسامة شو تقول؟ شو رأيك؟ الحين ان شاء الله بس شوي. ان شاء الله حبيبي بأدب. انا زفوني اليهال يطلعون على الهواء. والله اثبت على 1919 والاجابه صحيحه يا اسامه. والله ها اعطيني الخيارات. يلا اسامه نشوف السؤال الثاني. نعم نعم شوف بيعوضني عن كل اليهال اللي طلعوا معي على الهواء. لا حرام اتغشمر. أسامة ما معنى كلمة استراتيجية؟ نشوف الخيارات. حبيبي ما في خيارات. في 400 دينار يا أسامة. أسامة نظلت روحي خذ حاجته وعطاني لها. أسامة بصيح الله يعافيك باي. ما أقدر أقول ولا شيء يعني الحين توني أقول الياهل وحلي ما قال لها ويعطيني ذي شلها اللي حسيتها هون على راسي. كنت بقول له هل الخمسة دينار موجودة على قيد الحياة ولا انصرفت؟ كنت بقول له عطاني ها انخرست من معنا على الخط. علي. الو. علي كل عام انت بخير. انت بخير صحة سلام. علي شلون العيد معاك؟ زوين. ليش زوين؟ يعني ما في برامج الحين. احنا برنامج. اي الحين انا مستانس. اي الحين انت مستانس. العيد دائما زين شلون كذي عليه اللون؟ بس العيد زين. لا لا ان شاء الله كل عيد كل عيد. يلا علي جاهز نشوف الخارطه نشوف اسئلتك من وين؟ جاهز. يلا من وين تكلمنا علي؟ من مدينه عيسى. من مدينه عيسى اسئلتك علي من مجمع البحرين. بنشوف الحين ثلاثه اسئله من بتلكو فرع مجمع البحرين ونشوف السؤال الاول. علي احد معاك يتابع البرنامج؟ اي قاعد سيارة على ما اشوف تلفزيون. ما علي انت تحتاج تعليم. التلفون ان شاء الله لزفني. في احد معك في السيارة؟ السؤال يقول ما الكوكب الذي ليس له اقمار؟ دقيقة لحظة ما يبي الخيارات يبي دقيقة. ما تبي الخيارات؟ اعطيني الخيارات. نبتون عطارد الزهرة. كم يزفني اليوم؟ عطارد. أثبت على عطارد؟ اي إجابتك غلط. لا السالفة؟ إجابتك غلط. تبي تبدلها ولا أعطيك 100 دينار؟ عطارد متأكد. عطارد إيه؟ من قال لك عطارد؟ من قال لك عطارد؟ اللي يطير لي. علي إجابتك غلط بس من عندي 500 دينار. يزفني بعد يزفني بعد. لحظة 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 شنو هي سيارتكم؟ أقلدي أنا أعرف أقلد هالصرخة. ببعد المايك وبصرخ هالصرخة. علي علي بقول لك شيء. آخر شيء آخر شيء بقول لي في قلبي ترى مو كل المواقع إجابتها صحيحة. فهاي الموقع اللي اعطاك عطارد غلط. كم شخص معاكم في السياره؟ انا واضح احنا كم. اي كم شخص في السياره؟ يعني اثنين. انتوا اثنين؟ ايه. لا لا اثنين؟ ايه. هاي الصراخ الصراخ شخصين؟ اي والله. ما شاء الله تبارك الله. شكرا لك يا علي على المشاركه
وألف مبروك، ربحت 500 دينار مقدمة من شركة بتلكو، يعطيك العافية. الله. انزين، وصلنا معاكم مشاهدينا لختام البرنامج وختام موسم رمضان والعيد من برنامج الحصالة في موسمها الثاني. طلعنا وياكم في الحصالة 1، استمرينا وياكم في الحصالة 2 برعاية شركة الاتصالات الوطنية الأولى في البحرين بتلكو. شكرا بتلكو أمانة لرعايتكم هذا البرنامج. كل المبالغ اللي انصرفت مقدمة من شركة بتلكو لجميع المشاركين اللي شاركوا معنا في البرنامج واللي ربحوا. عدد الأشخاص اللي ما ربحوا طبعا في طبعا رولز في بداية البرنامج طبقناها، بس احنا في العيد يمكن استغنينا عن هذه القواعد، واللي هي ان السؤال الاول اذا جاوبت عليه خطا تخسر، ما راح تربح ولا شيء. انا اللي اتذكره يمكن 3 أو 4 مشتركين فقط. كل اللي ظهروا معنا على الهواء، كل اللي ظهروا معنا في البرنامج ربحوا مبالغ نقديه قيمه. انا شاكره لكم مشاركتكم، حظ اوفر اللي شارك وما كان ما صار له الحظ او النصيب انه يطلع معنا على الهواء. زملائي واخواني امانه اللي موجودين في الاستديو، اللي موجودين في الكنترول، لهم شكر خاص وكبير. في أشخاص بعد رافقوني في البرنامج، مصممة الأزياء كبرى القصير والميك أب أرتست نجاح الشيخ والمصور الفوتوغرافي محمد عباس. أيضاً أنا حابة أشكر الجمهور اللي تابعنا من الخليج العربي، من السعودية والكويت والإمارات وعمان، وعندنا مشاهدين أيضاً من الوطن العربي، وعندنا أيضاً طلبتنا البحرينيين في أمريكا، في كندا وفي استراليا وفي لندن. شكرا لكم على المتابعة، شكرا لكل بحريني وبحرينية تابعوا الحصالة، ومن الصين عندنا بعد، ما شاء الله من الصين عندنا بعد. كل الكلام الجميل اللي كنت أسمعه من خلال الأماكن العامة اللي كنت أزورها، النقد والانتقاد اللي كان يوصلني في السوشيال ميديا، شكرا شكرا شكرا. كل شخص وقف مع الحصالة شكرا لك من كل قلبي. أنا يمكن في أشخاص الناس ما يعرفونهم، بس لأن أنا كنت أظهر على الشاشة فيمكن كنت أنا مثل ما يقولون في وجه المدفع. فشكراً من كل قلبي، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده، وإن شاء الله أشوفكم في برامج أخرى بعد إجازة العيد. سامحوني على القصور، شيماء رحيمي مع السلامة.